السلام عليكم. الآن هو تقريبا أذن في الرياض صلاة الفجر. صلاة الفجر فيها مميزات ما في باقي الصلوات، يعني مثل ما فيها من المميزات، أهم المميزات فيها أن الملائكة تشهدها، لأن الملائكة تتعاقب فينا، ملائكة الليل وملائكة النهار في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجون إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيجون ينزلون وقت النهار ملائكة، ثم ترتفع ملائكة الليل فيسألهم الله عز وجل ما تركتم عبادي وهو أعلم، قال تركناهم يصلون وأتيناهم هم يصلون. فإذا هذه شهادة من الملائكة عند ربها عز وجل أنك تصلي في هالوقت، تصلي جماعة. الأمر الثاني أن تكون في ذمة الله، أو قلنا هذه تراني بديتها إن شاء الله. الأمر الثالث تنفك عنك عقد الشيطان، والله ما أدري كم العدد، تنفك عنك عقد الشيطان، لأن كلنا إذا نمنا يربط علينا الشيطان ثلاث عقد. لا تنسى بعد أن من صلى البردين، هذه ميزة، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، البردين الفجر والعصر، فاحرص على دائما صلاة الفجر وصلاة العصر وكل الصلوات بشكل عام. تعظيمك للصلاة دلالة على تعظيم أمر من أمر هذا الأمر العظيم، وتعظيمك للصلاة واحترامك لموعد الله عز وجل، لأن يعني بعض الناس يحترم مواعيد الناس، اللي يضرب مع موعد احترمه. الله عز وجل أولى أن نحترم المواعيد اللي بيننا وبينه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو في واحد من الناس تواعده ويواعدك ودائم يسحب، سحبت عليه، ما عاد تمشي ولا تخاوي ولا تاخذ منه موعد. لذلك احرص دائم واحرصي دائم، الله يسعدكم جميعا سواء كان شباب وبنات، على ان الصلاه تكون بوقتها. والله العظيم ما صليت الصلاه بوقتها الا غيرت في نفسيتي وغيرت في حياتي، وكانت سبب في رزقك، تغيير في رزقك واهل بيتك والسكينه بعض الشباب وبعض البنات ما ذاق الحياه صح، ما ذاق الراحه صح، ما ذاق النفسيه صح، بسبب بعده عن الصلاه. بقدر ما تبعد عن الصلاه وتقصر فيها يجيك من الهم والضيق، بقدر ما تحافظ عليها أبشر بالسعادة.